السلطة الفلسطينية ستكون في قفص اتهام العائلات والأفراد الإسرائيليين المتضررين من العمليات الفلسطينية وإجبارها على دفع تعويضات مالية كبيرة لهم. هذا هو القانون الإسرائيلي الجديد الذي أقر في لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية بالقراءات الثلاث. قانون سيتيح للإسرائيليين رفع قضايا تعويض على السلطة الفلسطينية وإن لفترة زمنية محدودة، باعتبار أن السلطة ترعى منفذي العمليات بدفع رواتب شهرية لهم سواء كانوا أسرى أو لعائلات من قتلهم الجيش الإسرائيلي. هو باب خلفي لابتزاز السلطة الفلسطينية، يقول الفلسطينيون، وفرض مزيد من الاقتطاعات المالية على أموال الضرائب الفلسطينية، وهي جزء من الحرب الاقتصادية والسياسية على السلطة الفلسطينية. وفي قول آخر، قرصنة تحت مظلة القانون. ولكن ما خطورة هذا القانون وأبعاده السياسية؟ القانون لا يرى في السلطة الفلسطينية كيانا مستقلا، بل كيانا يخضع لسطوة القانون الإسرائيلي. أما سياسيا فيعني أن ما بين النهر والبحر يخضع لقوانين إسرائيل وسيادتها، وهي مرحلة يؤسس لها اليمين الإسرائيلي لتفكيك الحالة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا بعد تقسيمها جغرافيا. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.